كثير امين. كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض من أطعم مجد كرامتك ارحمنا لو ضلت الكل يا سادس قدوس ارحمنا يا رب لا القوة تكون معنا لنا لا سألنا معين في شدادنا ذكرنا سواك حلو واغفر اسفع عن الله عن سيدنا لا تصنعنا برادتنا لا تصنعنا بغير ارادتنا لا تفعلنا معرفه ولا تفعلنا بغير معرفه خفيه والظاهره. رب اغفر لنا جسمك القدوس على زنوعك رحمتك الرب وليس خطايانا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشاهدك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء سوى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لا أبد أمين. نم أطايو أطايو نم واو انت بنا جاتريا سيفيوت نم بشيرين بابن بمايس أواب أهرين نم أكوت جنتي أوي مبطسس أواب إن كاثوليكي إن أبوستوليكي إن إكليسية إن تفنوت يمين أري إف مفئي إف شوي سني طفئيني ناكي خون النايزورون نمني طفئينو إيقو نمني طفئينو إفو الهيتوتو موينو أتيرو بفيكي بإفول خن في قوي. اللهم من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وقدمتها الذين أقدموها رب ورحمة. هللويا فاي بيبي اوه طيب شوي سسامي يومر انسل انت نونو في مونن خين وابشوي سكن آمين وابشوي سكن صوت النموي في اسم روت انجب اسن يوخ نبران ام ابشوي سليل في اسم رؤوت انجي افنوتي فيوت ببندق راتور في اسم رؤوت انجي بفمنو جانيس انجي ريسوس بخريستوس بن شويس في اسم رؤوت انجي بابن بمايس قواب مبارك ليتو آمين.
بطير أجيوس يوس أجيوس نبنف ماجيون آمين فلوغيتوس كيريوس وسيوس إستوس سيوناس آمين نس نوس تيروس نوف شو اسم رس مورفن جنرائوس تيرو جابفنا يتقرو هريقون وانت مسمين تيب شويس شوب شايني أمين أللويا سابت ريك أيوك أجيوب نفماتي كنين كعين كيستوس يوناس تونيون آمين هللويا سليل فلوغيتي ابي بروسفشيس تاسيتي ايرني باسي كتب نظماتي Moten tot fim bereveres na nifo ohen na ite vnoti vioten ben shoiso o ben noti o ben sotir Iisus be Christus Gi af eres ke vazin egon af er voisin eron af arieron Af shoptin eron af tieson eron af titutin af intensia eri atai onosai En sof on marinto erof hebos entef arieron خن بايس او افاي نمنو تيرون تيبن اون خين هيرين نبين جبيبا دكراتو اوريب شوي سبن نوتي بروسا فكساستي كريالا ايسون اوريب شوي سبن نوتي بيبان دكراتو ريفيوتن بن شويس اوه بن نوتي اوه بن ستير يسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك اشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعه اطلبوا لك ارحمنا الله ترفع علينا واسمعنا وعيننا واقبل لي صلاه وطلبات قديسين منهم باصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين ان ننال من شركة الصلاة المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم من اجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام وليالي حياتنا بكل سلامتي إن مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين أليتو إيفول هارون نم إيفول هابك لا أستي إفول هطاي إترابيزا ساي نم إفول هطاي إكليسيا ساي نم إفول هباي ما إس أواه أبن طاق فاي نيزي إسنا نيف نم نئتر نفري صهني إمونين جين سوك بيتاك تنبرشيشي نم او مئجني هو اوف نم نتشيلي نم اجنتي قم ترسن تابي باجي سو
اليوم آبائك قصوص وأخوتي الشمس وإكليروس كل الشعب وضعفي نكون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر سوى طرف من نظر أنجيل مريم مرقس الرسول ترى شهيد بطارق قديس سيرس معنا ديوسكور أثناسيوس الرسولي قديس بطرس خاتم جاليس الكهنة قديس كيريلوس وقديس باسيليوس وقديس يوحنا فم ذهب القدس غريغوريوس من أفواه الثلاث مئة وثمانية عشر المجتمعين بنخبة 150 بالقسطنطينية وتعيم أفسس فما بين الطوال المكرم رئيس الكهنة البابا المعظم الأم تهدروس الثاني من فم الشريك وفي الخدمة الرسولية أبينا أسكر أم تيموثاوس ومن فم حقارة الكرم حقارة تيس آمين كيتو ابن إبما آتي إيسو تا أظن أن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فأننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أجسادنا لأننا برجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظره أحد فأياه يرجو أيضا ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فأننا نتوقعه بالصبر كذلك الروح أيضا يعد ضعفنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بالتنهدات لا ينطق بها ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح لأنه تشفع لله عن القديسين ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعيانهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين
والذين سبق فعيانهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا. يا أبا يا أخوات الجميع آمين. الكاس يكون فصل من رسالة معنى بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين، والنهاية يكونوا جميعا برأي واحد مشتركين في الآلام، كونوا محبين الإخوة رحمين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لك يا ترس البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحا فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه إلى التكلم بالمكر، وليحد عن الشر وليصنع الخير وليطلب السلام ويجد في أسره، لأن عين الرب تنظرن الأبرار وأذنيه تنصتن إلى تربهم. أما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيرين على الخير؟ ولكن إن تعلمتم من أجل البر فتوبوكم. وأما خوفهم فلا تخاف ولا تضطرب، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما يعمل مشيئة الله فلا يثبت إلى الأبد آمين. مشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صائغ فضة صانع هياكل فضة لأرتميس كان يربح صناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط، بل حتى من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيدي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانته، بل أيضا هيكل أرتميس الإله العظيم الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا، وجروا جميعا بنفس واحدا الى المشهد خاطفين معهم غايس وارستارخوس
والمقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجامع لم يدعه التلاميذ، وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائهم أرسلوا يطلبون إليه أن يسلم نفسه إلى المشهد. وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذب اليهود اسكندر من الجامع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجامع، فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجامع صارخين نحوه مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل أفسس. فلما هدى الكاتب الجامع قال: أيها الرجال الأفسسيين، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرتميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس؟ وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهما ليس صارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لم دعي على أحد فإنه تقام أيضا القضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطى جوابا عن هذا الشعب الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة رب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بعض الله المقدسة. أمين. الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لم تزل كلمة رب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة للنفس الأخير. أمين. اعلموا يا أباء أخواتي الأحباء المباركين، اليوم يا ابني بالراحة ركز وانت بتعمل، شوف بتعمل ايه. اليوم 22 من شهر أبيب المبارك 1740 للشهداء، أحسن الله انقضائه أعاد علينا وعليكم وأنتم في أمثال أمثال وأنتم في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب ورافاته، ترحمني وترحمكم يا أباء أخواتي الجميع. أمين. في مثل هذا اليوم سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس مكاريس بن واسي ليديس الوزير. هذا القديس كان مسيحياً من مدينة انطاكيا بسوريا. لما عرضوا عليه أوامر الإمبراطور دقلديانوس تقضي بعبادة الأوثان لم يوافق. وصلت أخباره لمسامع الإمبراطور أصدر أمر بنفيه للأسكندرية، وعند ذلك ودع أمه وصاها بالفقراء والمساكين. وفي الطريق ظهر لهم لربنا المجد يسوع في رؤيا الليل وأواه وعزاه وعلمه بما يناله. لما وصل للأسكندرية وقف أمام إيرمانيوس الوالي واعترف أمامه بربنا يسوع لهطفه لعلمه أنه ابن الوزير، ولم يقبل القديس منه فعذبه بالوالي بكل أنواع العذبات وأرسله لنيكيوس حيث عذبوه هناك كثيرا وقطعوا لسانه ثم زرعيه. صنع الله على يديه من هذا القديس معجزات باهرة، منها أن قوما اجتازوا به حاملين ميت لم يطلب، فطلب من السيد أن يظهر له مجده، فقام الميت لوقته وأعلم الحاضرين بمراه من الجحيم وأن المسيح هو رب الكل، فآمن الجميع وقطعت رؤوسهم ونالوا كل الشهادة. اتفق حضور إريانوس والإنسنة فأخذ القديس معه عند عودته. ولما وصلوا إلى شطنوف تعطلت المركب على المسير، فأمر الوالي الجند فأصعدوا للشاطئ حيث قطعوا رأس القديس فنال إكليل الشهادة. بركة صلاته فلتكن معنا. أمين. أيضا سنة 19 للشهداء 303 ميلادية استشهد القديس لوانديوس، بركة صلاته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا. آمين. أجيوس أوسي أوس أجيوس شيروس أجيوس أساناتوس أكبر سينو جنتي سيلي سوني ماس أجيوس أوس Agios ose os agios esheros agios asanatos o anastas hekton nekeron ke anel sonestos oranos eleison imazoksa ikeio ke ageiob nevmati kenin ke ain ke estos eonastoni onona minagatira إليسون إماز إبي بروسف شيستا سيتا كتب نبماتي سو أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين
ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب رحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في صلاتنا وفي البطن التي نصعدها إليك ها أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا سماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع Christos ebshirim if noti at onch Pionav shayni viuf apin noti be Zog sasi kereye إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بسرور هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ولكن أقول لكم يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئاً أكثر بل أعلمكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتلوا له سلطان أن يلقي في جهنم نعم أقول لكم من هذا خافوا أليست خمسة عصافير تباع بثلثين وواحد منها لا ينسى قدام الله بل شعور رؤوسكم أيضا جميعه محصاة فلا تخافوا إذن أنتم أفضل من عصافير كثيرة وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس
يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله. ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله دائما. هنية تخن أم اسمين يسوى بنت بيهو بيهوي بيهوي كاتا بيبران من راتي انت بخريستوس جيب اسم روتين جيب يوتنوش ام ببن وما اسوى بتتري تجيك فولتن وشتم مستنتيونس. بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الأبطال خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود ما يبقى قبل كل الدور، نور من نور الأحق مولود غير مخلوق مساوي الأب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا لازم من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد مريم العذراء تهنى الصلب عنا على دبلاطس البنتي تهنى مكبرى قائم بل وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدنا الأحياء الذي لا يسلم كن قضاء. نعم نم برا القدس الرب المنبوس من الأب نزق الله مع الأب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة المقدسة جامعة رسلية، ونعترف مع مدعو أحد مفرد خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار لا تأمين. تين قشت بالخار انت أناستاسي سنتين يرب موت من بيون خنت بيون سنيو آمين. الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل للعالم بحسد إبليس هدمته بظهور المحلز لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير الميتة السماية بالمسيح يسوع ربنا.
قبلوا بعضكم بعضا قبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، كفوا برعدة ولا شرك، انظروا ننصت بشفعة والدة ليلى القديسة مريم. يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا، اسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس، لانك تيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة التسبيح. الرب معك مستحق ومستوجب. أيها كان السيد الرب له الحق، الكائن قبل الظهور، الملك إلى الأبد، الساكن في الأعالي، الناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده، المسجود له من جميع القوات مقدس. أيها الجلوس كفو، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرياسات والسلطات والكراسي والربوبية والقوة. وإلى الشرق انظروا، أنت هو الذي يقف حولك، الشاربين يمتلئون عيونان، والصرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت. الشيروبيم يسجدون لك، والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين: قدوس، قدوس، قدوس رب السباط، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. آجيوس
قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس الناعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم آمين وتأنس وعلمنا طرق الخلاص أنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا نؤمن وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب حدد يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي ويجازي كل واحد فواحد كحسب أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أعلن هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولدنس الطوبويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكر آمين وبركة آمين وقدسها آمين نؤمن ونعترف ونمجد
وسماه وأعطاه أيضا لخواص تلاميذه القديسين أرسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي، جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وهكذا أيضا الكأس بعد العشاء مزجها من ثمرة الكرمة وماء وشكرا. آمين. وباركها. آمين. وقدسها. آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. وهذا وأعطاها أيضا لخاص تلاميذه القديسين أرسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي، دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة. آمين. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب وبشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات أعترف. نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. إن إيري أنهن مفمذي إن نفخي سيس أواب نم بفجن تون في فولخن يسموت نم بفجن شيب شوي إن في قوي نم بفجن هم سيساتي قوي نامي إفيوت نم تفمع اسنوتي امباروسية اسنيو إفولخن إن في قوي اتقوين هوتي أوه اسمه نوء تنقر بروس في رناك إن اتنوك انزور إفو الخن اتنوك
קטה ובנבין נמז ובנבין נמחן הובני איבין אושתם מפנות תכן אוהותי נמו אסתר תר תנוסר אונק תנס מואר אונק תנשמשי אמוק תן אושת אמוק אברוס חומן אמין והז الخبز יגעלה جسدا مقدسا له حقا آمين وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وايضا حقا نؤمن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهر أنفسنا أقصدنا أرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء اذكر يا رب سلامك كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه صلوا من اجل سلامه الواحده المقدسه الجامعه الرسوليه كنيسه الله الارثوذكسيه يا رب ارحم لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام من كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها وأولا نذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تودروس الثاني وشاركوا بالخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا تيموثاوس صلوا من أجل رئيس كهناتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وأتركوا رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشاركوا في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا تيموثاوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم والذين يفصلوا معهم كلمة الحق باستقامة أنعى بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة وقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة سأل إبزا كلنا سبع تغمات كنيسة الله يا رب وكل الخدام وكل الذين في البطولية وطارد كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا أولاك ضابطا الكل ريفيش وسترين بيطوبوس اسقوا بنتك فاي نم توبوس نيفين نم مونستيريو نيفين انتن نيوتي ان ارثوذكسوس كيري الايسون والساكنين فيها بمن
الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها، اطلبوا عن صوت مياه الانهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا وصدق مقدارها ويفرح وجه الأرض علينا نحن البشر ويأتي نجل الدواب اغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. اصعدك مقدارك نعمتك فرح وجه الارض ليروح ارسال تكسر اسمارها اعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك اكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. يا رب نشارك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء آبان القديسين الأطهار رؤساء الأباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في ليك إيمان بالأقصر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحق نم بيعجس يوانس بيمبرودروموس مفتسيس ومارتيروس نم بيعجس سافانوس بيعرشيس يكونو مبرودو مارتيروس نم بيزيوريموس ان ايفانجلستيس ماركوس بيعبوس طولوس السواب وو مارتيروس نم بيباطريعرشيس واب سافيروس نم بنساقديوس كوروس نم بياغوس اساناسيوس بيابوس توليكوس نم بياغيوس بيتروس يا رومارتيروس بيارشي ارم نم بياغيوس يوانس بيخريستوموس نم بياغيوس يودوسيوس نم بياغوس اوفيلوس نم بياغيوس ديمتريوس نم بياغيوس كيريلوس نم بياغيوس باسينيوس نم بياغوس غريغوريوس بيسيولوغوس نم بياغوس غريغوريوس بيسماتورغوس نم بأغيوس غريغوريوس بأرمانيوس نم بشم تشامتش من اطف صوت خنكا
نم بشد من دکستان بونیس نم به اصناف شن تی افسوس نم بنیوتن زگاز بنشتی آوانتونیوس نم بسمی آفا بافلی نم بشم تسواب آفا مکاری نم نوشیر تیرو انستاورو فوروس نم بیاگز یوانز بیغومروس نم بیاگیوس نمبی آگیوس یوانس میگو منس میگوس نمبی آگیوس آوا بیشوی بسمی برومن تلیوس بی من ریت دبن سوتیر ناقا آسوس نمبی نیو تاوا بولی برم تامو نمی زاکیل بن واسدیس نم نشوی سنیو تسوا بن رومیوس مکسیموس نم دومن ادیوس نمبی امیم سیزی مردی روز نخلو ینتشیت نمبی گوری سوا بابا موسا نمیو انس کاما بیه برس فتروس نمبی نیو تاوا دانیل بیغو منوس نمبی نیو تاوا ایسیز روز ببرس فتروس نمبی نیو تاوا بخون فاتی کنونی نمسی و درود بمازدیز نم بنيو تاوا شنو دا بهار شمان ادرتيس نم آفا ويسو بيف ماسيتيس نم بنيو تاوا نوفير بي أنا خورتيس نم بنيو تاوا كاروس بي أنا خورتيس نم بنيو تاوا ميصائيل بي أنا خورتيس نم بنيو تاوا تيجي سيوفانيوس بي من ريت انت بن سوتير إن أغاسوس نم بنيو تاوا كيرلوس بي ماسو نم بنيو تاوا برام بي بسكوبوس ان ديف يوم نم جيزا نم بنيو تاوا ميخيل بي غومينوس بيرم كوسكام نم بنيو تاوا حبيب جيرجس بيرفتي ازون مبخور استير انت نئسوا بنطا هؤلاء الذين بالسؤالات وطلبات مرحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك العظيم القدوس المبارك الذي دعى علينا القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطارق القدسين الذين ركضوا الرب نحن نفسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا ريبو اسمه اسواب شوبين منامين زوكسا سيكيري كيري لايسون كيري لايسون كيري افلوكسون كيري انا بابسون امين Orthodoxos nai ete anon nemu os agasos o hemairomi efnoti vole Oh.
أن أيتو خمبنوش نمني أتان أيتو خمبنوش أن ني أتان أيتو خنوئمي نمني أتان أيتو خنو متعت إيمي نيتهب نمني إس أو نيفون شويسك إيقافنا صلاحك يا من يصنع أكثر مما نسأل أو نفهم كما محب البشر
الصالح محي أنفسنا. يا الله الذي سلم ذاته عنا خلاصا من أجل خطايانا، الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر. أيها الإله الوحيد ذو الجنس الذي في حضن أبي، يا رب بارك. يا ضابط الكل الرب
إلهنا. آمين آمين. صلوا نسجد لجسدك المقدس. رب رحم رني باسي كتب نعماتي سو الحياة وواهب المعرفة وصانع النعم المحسن لنفوسنا كنز الحكمة معلم الطهارة مؤسس الدهور وقابل الصلوات النقية. سون كيريالي سون يا رب رحم. معطي المتوكلين عليه من كل قلوبهم الأشياء التي تشتهي الملائكة أن تراها، الذي أصعدنا من العمق إلى النور، الذي أعطانا الحياة من الموت، الذي أنعم علينا بالعتق من العبودية، الذي جعل ظلمة الصلاة التي فينا تضيء من قبل إتيان ابنك الوحيد بالجسد. أنت الآن أيضا يا سيدنا أنر عيون قلوبنا وطهرنا كاملين في النفس والجسد. أدوى الروح كريالي صون كريالي صون يا رب رحام. لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبدا من خم بخريستوس يسوس بن شويس تسكيف الاسمون تقير يقلين عطي نوبيون سو كيريين وروس خمين سيومي تابوبو أمين. ريني باسي يتوب نوماتي سو اللهم حللنا وحلل كل شعبك من كل لعنة ومن كل حقود ومن كل يمين كاذبة ومن كل ملاقات الهرطقة الوثنيين. انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء. امنحنا يا رب أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب يا رب أسماءنا في كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. اذكر يا رب سلام كنيستك الوحيدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية. آمين. اذكر يا رب سلامة أبينا الطباوي البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا تيموثاوس. اذكر يا رب الخدمة المكرمة علها تثمر وتكسر يا رب 30 و60 و100 يا رب. نجينا كلنا يا رب من الغلاء والأوبئة والأمراض والزلازل وكل أمر مخيف يا رب. احفظ يا رب مصر وشعبها يا رب. اذكر يا رب أولادك الحاضرين معنا، اجعلهم متشبهين بملائكتك، حل كل مشاكلهم وسد كل احتياجاتهم وكن معاهم يا رب.
اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، اذكرهم يا رب في ملكوت السماوات يا رب. اذكر يا رب أبونا رويس وبيته يا رب، اذكر يا رب أبونا مرتيروس وبيته يا رب، اذكر يا رب ضعفي وبيتي يا رب، اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة وحيث كسر الاسم يا رب فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة يا رب ونجسات قلبي. لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس، حللني حللني يا رب وحلل كل شعبك من كل خطية. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، خلصت حقا مع روحك ننصب بخوف الله. امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح وقدوسا الروح القدوس امين. واحد الاب القدوس واحد الابن القدوس واحد والروح القدس امين. ايريني باسي كيتو بنوماتيسو سو ماجيون كايمتي ميون لسينوني سو خريستو تويتو سيئو ايمون امين. آمين. أجيون تيميون سوما كائمة لسنون يسو خريستو تؤيوتو سيئو إيمون آمين. آمين. بيسوما نمبس نوفنتي مانويل بنوتي فاي بيخن أم اسمي آمين. آمين تيناتي ناتي تناتي تناتي اوتي ار اومولوجين شابيني فين خائي جي سايتي تي ساركسن رفتان خو اي تاك بيك مونوجانيس ان شيري بن شويس او بن نوتي او بن سوتي ريسوس بخريستوس شيتس ايفول خنتن شويسن نفترن تي تي سي اوتو كوسس او وابتي اجي يا ماريا اف ايسن او وينم تف مسنوتي خن اوميت ات موكتنم اوميت ات سخنم اوميت ات شفتي اي اف اير اومولوجين انتي اومولوجية اي انس نهرين بونتيوس بيلاتوس اف تي سي اهري ايغون هجم بيس او وابنت بستافوروس خن بف او شمينيم او اهري ايغون تيرين الي سوستيناتي جنب تف مسنوتي فورج اتف مترومي ان اوسو ان اوت اوزي اوريك امفال افتي اموس اي ايغون ان اوسوتين ام اوكو ايفولنتين ان نوفين ام اونخن اني اي نايتش ايفولن خيت اؤمن 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 واعترف الى النفس الاخير أن هذا هو بالحقيقة أمين. أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. سلام لأجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطير السمائية. يا رب ارحم زوكساسي كيري زوكساسي